هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير وصحه شربتكم، واهلا وسهلا بكم في برنامجكم الشغل مش عيب. اليوم حلقه جديده مع ضيف جديد، المره هذه مهندس ديكور، جو متاع الشلالات والجو متاع الديكورات اللي في الحوش اللي يستخدموه الليبيين في العاده ديما في المزارع وفي الاستراحات. اليوم حنعرفوا من علي العريبي ضيفنا كيف خش للمهنه هذه وكيف قاعد يشتغل توا وكيف الاجواء معاه من خلال شغله اليوم. حنعيشوا معاه الشغل وحنكون ان شاء الله اليوم معاه هنا فني ديكور. انسر علي انسنا وانستونا والله بعمنا والله. استاذ علي، كل عام وانت بخير. انا سهلا بك، انا سهلا بك في برنامجك الشغل بشويب. انا سهلا بك امو، انستوني في حوشي لك الله غالب، رجيتوني في رمضان ما عندي باش نضيفكم. لا لا عادي، ديما طيب نقعد معك على الفطور. ولا يهمك يا ريت والله، تشرفني خويا. تشرفني والله. استاذ علي، في البدايه نبغى نعرفوا كيف مشيت للحرفة هذه، كيف تعلمت الديكور، بالذات ان الديكور يعني جو متاع الشلالات والإضاءة، وفي حاجات ونشوفين يعني في الاستراحات هو لما نشوفوها واتية نقولوا ما شاء الله، لكن لما نفكر انا نقول كيف اندارت شوي نتعب. صح صح. فحكينا اليوم كيف كانت. هو طبعا يا اخوي عوض، هو ديكور قبل كل شيء في موهبة انا عندي، اللي موهبة ان نحب نهندز الحاجة، حتى في حوشي نحب نهندس كل حاجه في مكانها، نحب يعني نصممها هيك، مرات نصممها مرات نتخيل حاجه ان هي كامله ومزوقه ووالعه ومنتهيه. شوف وصلت للخيال هذا. طبعا انا بديت عامل، شكون وضع معك اني انا وصلت لهيك، بديت عامل مع عامل تونسي، هو اسمه جمال تونسي الله يطلع بالخير. بديت مع عامل على اساس اني انا نعجلنا ونجهز معاه وكيف نعزل وكذا، لكن الابداع ان انا لقط الحرفه هذه. جيت حتى الوالدي قلت له في واحد تونسي جاي لي مبلغ زمان وكذا وني انه 50-40 جنيه يومي، قال لي بالعكس كويس، ركز على الخدمه وكيف يدير وكيف كذا، مش على الاقل مش تعلم الصنعه. أيوة انت شوف كنت تعلم الصنعه وناخذ فلوس في عوض. يعني لك شنو كان مركز على شنو على موضوع الصنعه قبل. طبعا ندير في شلالات، ندير طبعا نصمم في حدائق كامله بالجيله بالحضان السباحه، ندير في شويات، ندير في بومردم، عارف بومردم نحن بومردم شنو، ندير في تنور، ندير طبعا في جلسات الكتاب تعرفت بحاجات، يعني ندير طبعا في مداخل كبيره بالحام وبالشباك العين الزرزور وكذا، يعني شغل النحت هذا معروف عند اللي بيتوا وتوا شبه يعني ظاهره طالعه ما شاء الله، عرفت يعني استراحات، يعني خادم استراحات واجد وكذا ما شاء الله. وبديت طبعا غير هيك طبعا اني طبعا موظف لكن شنو انا عندي نحب نتحرك الحرفه اليد، انا عندي خير حتى لما جينا فتره نحن في البلاد توقف المرتبات وغاب انا شويه، لكن لقيت روحي هنا في موضوع لقيت انت عندك صنعه في يدك، يعني ما تعبتش من واجد، ما تعبتش بأمانة، ما تعبتش. سامحني أخوي علي، نحن جينا حوش لقينا يعني الأجواء ما فيش أي لقطة ديكور، ولا هو باب النجارة مخلع؟ لا هو هو طبعا شو، أنا ما ندسش عليك أنت والمشاهدين، طبعا هذا حوش العائلة. عندي طبعا استراحات أخرى خادمنا وكذا، لكن شنو ما يعني ما فيش وقت حتى الناس في لي طبعا اللي خادم لها، حتى كلمتها قلت لها ربي نجي نصور وكذا، في لي خاف من العين وكذا ما بيش تطلع في الصورة وكذا، تمام كلمت حتى الناس اللي أنا خادم له استراحات. طبعا أنا من كتر الحجر التجول قعدت في الحوش، والحوش طبعا الوالده مستحيل تجي تعطيك فلوس تقول لك نبي ديكور ونبي شلال وتمد لك فلوس. تمام. لكن عند الناس البرانيه بيعطوك فلوس، ليش هذا ليش باب النجار مخلى، قاعد شنو قاعد مكسر شنو تكسيد. طبعا شوف عمل يد
والمواد بلاش مني. فذيك هذا عليك خويا عوض عرفت واجد واجد عرفت. لا شنو زرني الوقت قعدت شنو كل مره نفتلك في 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 حاجه كي داخل الحوش عرفت. يعني قله الفضوه بس هي اللي خلتني انا نبدا ندير كذا. تو عندنا في سبله قاعدين في في حاضر تمام ورمضان اثنين في واحد. ايوه فانا اليوم حاب بين نكون معك عامل. اهلا وسهلا بك. ونبين حتى الحاجه باش تدعي لنا بعدين كانوا تعبك علي فان شاء الله اليوم جيت اليوم باش نديره. طبعا انا شفت حاجه لقيت اللي عرفته تو من الديكورات اللي انت مش مكملها تنور بس انا اللي عرفته. لكن في حاجه اخرى لقيت قعدات يا ريت توضح لي للساده المشاهدين. عادي عادي ناخذوا جوله ونتفرجوا علينا وتو اقول لي انا عامل تحت تحت امرك يعني ان شاء الله. قصدك عامل وفي يوميه اخر نعطيك فلوس ولا هيك ضروري عاد مش بلاش عاد. اهلا وسهلا فيك خويا. توكل على الله ان شاء الله نبدا جولتنا في الحوش ونبدا مع بعضنا الشغل. شرفتني شرفت خويا شرفتني انت اخوي احمد العبيدي شرفتني والله شرفت. جولة باش المكان اللي احنا بنشتغلوا تمام كيف ما قلنا مش دينا الحاجه اللي والله عليها عطلك لنا الجو عوض اللي جاني ذره على الشغله. طبعا كيف ما قلنا هذا التنور هذا التنور عرفته تمام. طبعا هذه التنور نعطيك جو خلفيه على التنور هذه شنو عوض نخفطوا بها في النار عرفته تمام. شي شنو النار حاميه تبيجي ترمي تغطي هذه على النار باش على الاقل شنو ما ترقعش معك الواجهه تاع النار حلو. وهذا طبعا التنور من جوا هذا مختوم لك شنو مازال يبيت شنو تورنش يعني الورنيش لمع الحيط نتاعها من برا نحن كما نقولوا الحركات اللي برا لمسات الاخير الجو اللي برا تمام التفنيش الاخير هنا مرمره عرفته هنا دير مرمره. طبعا هنا هنا حتكون حتى هي الحطب نتاع لا 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 مرمره تجهيز تجهز عليها الحاجه وكذا جو نتاع العجينه والتقريض والجو تمام. هذه طبعا شوايه هذا الاساس نتاعها شويه طبعا بالحجر عرفت الحجر الحراري بنلحم هذينا طبعا الحديد نتاعها وبالقوس بالمدخنه بعدها نلبس الحديد نتاعها من جوا تمام. هذه باش تلقوه في العياده التكسيدات شويه يعني انت كان جينا في فطر افضل شوف هذا في الفطر افضل لا لو كانوا شويه حتى في الصيام في الليل كويس ندقوا قاعدين. وهذينا سيسان طبعا عويضه طبعا هذا طبعا كيف ما تقول انت القاعده فاصل بين الجهه اللي غادي هذا كي طبعا اللي بين دار شنو نظام عاشق ومعشوق يعني كرسين هذا بين دار نجيله 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 كلها ليش لينا باش تعيش شنو الجو الطبيعي نتاع شنو نتاع التنور ما تقدرش تزلز حدا التنور يعني هذه حاجه هذين هنا الاذواق عرفت باش حتى انت تحس روحك انك اللعب. فعلا قاعد يعني طبيعي طبيعي امر طبيعي ما يخش عليك شيء اصطناعي شيء اصطناعي طبعا هذه كلها جلسه هي واذا طبعا هذا المدخل نتاعها هي هكي تخش من هنا طبعا النجيله كلها وهذه جلسه ثانيه بحيث ان اللي جهز تبي تاكله ياكله غادي. وطبعا اكيد يعني مخشش فيها اضاءه كلها قعدات الاضاءه طبعا في خيوط هنا قعدات اخرى الخيوط شفت الخيوط هذه كلها شفت نعوض الخيوط هذه كلها تلبيس اضاءه عرفت ان شاء الله في اضاءه اخرى والعه انا سبوتات صغار شغل بالاضاءه يبان اجمل. لو برد بيك علي انك انت بتشتغل برا يعني المساحه اللي تخدم فيها تتطلب معك يعني الشغل جهد ومعك اشخاص فترة طويله معي عمل انا في شغل في نذكر مره خدم شغل قعدت فيه عاش حوالي 30 يوم شلت فيه حتى هلي وقعدت فيه انا وهلي وكذا زي المعسكر درتها عمال يخدموا معي ليش لان يفرض عليك الشغل يا اخوي عوض يعني مرات واحد بيطلب منك شوايه وبيطلب منك تصميم حديقه بالكامل حديقه بالممرات بالنجيله بالشجر بالتوبوات التنظيف طبعا حتى الشغل هذا اخوي علي ما يبيش استعجال يبي لا 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 يبي فن ويبي تصدق اخوي عوض انت جبتها انا مرات نشرط حتى علي صاحب الشغل بروحه نقول له راه ما تدورنيش تبي شغل كويس ما تدورنيش اعطيني مفتاحك بس ما تدورنيش بعد شويه كلمه نقول لك راه نقصن علي فلوس ولا تعال جيب لي هذيك الحاجه لكن راه ما دورنين عمليه شنو زي الولاده زي كاتب المسرحي يعني حاجه مش قاعده انت تبي تديرها مش نظام زليز عادي مثلا فيها نوع من الابداع والخيال بس هو خيال ما قلت لك وصلت مرحله اني نقول الحاجه هذه والها تجيبني تقول لي علي راه بندير شلال هنا الشلال نحن مرات يا اخوي عوض والله بامانه انت تخيل فينا والع ويصب خلاص انت واصل انا مرات جوزي قالت لي انت مش طبيعي مريض انت نفسك لا فعلا يعني حتى الناس اللي تكتب يقول لك الروح تطلع من جسد فهمت انت تقعد في عالم اخر وهنا هي الابداع نحن تو نبدا في الشغل نبدا نشتغل تو الميداني شغل ميداني ميداني وراك تنسى يوميتك لا لا اوكي توكلنا على الله ان شاء الله هاي. طبعا ليه ونحن تو المرحله الاولى شنو بنديروا؟ المرحله الاولى طبعا هذه انا كبيت الرمله جهزت الرمله بس شنو قلبتها قلبه واحده انت تقلبها قلبه ثانيه لين السمنت والرمله ضروري قلبتين اقلب هنا اخوي عوض جاي انا كيف؟ اكيد تعال هنا كيف؟ واقلب اليمينك ايوه وبشواش قدم هناك قدم غادي قدم غادي ايوه تعال برافو عليك كلمة تقلب شواش كلمة تخش رملة في السمنتو ايوه هذه فكرتها عرفت؟ اي هيك لما تخش رملة في السمنتو لما انت تلقاها جاهزة اسهل لكن ما تعبكش في العزق برافو عليك في السمنتو ريتها واحدة واحدة شغلة عرفت؟
هيك تمام والله. لا حاجه مبسوط انت منه والله مبسوط ابدا. انا ندور في من يساعدني عرفته، انت عارف العماله تو خايفين كارسين كلهم عرفته. ما انا خفتك بعدين بتقولي لا هذا اخر لك يوم معايا وانت جوابتك طالي رزقي ما تجيش. لا والله يا نستي الله ينسك. بس هيك تبين انك انت شغلات تستمر معي باذن الله. لا يا رجل والله عادي دي اللي جو ونجيك راه. مش نحن نقول الشغل مش عيب؟ لا مش عيب، لا مش عيب. انا ريت شيء يشرف راك والله. شوف أبانا. شوف يا ليوا والله نحن معظم الشباب الليبي والله يكد ويتعب ويخدم. صح صح, صح. فيعني عارف انت وضع البلاد صح, صح وعدم الاستقرار والحروب اللي عشناهن، فالشباب مسكين والله. يا اخوي عوض، انا مره رن علي تليفون قالت لي معلش استاذه، طبعا انا نزوق وندير في سقف معلق وندير حتى عندي اخويا ونيس ما شاء الله قالت لك يعني عرفت، وندير في زواق ونزوق وندير في ورق حائط. قالت لي استاذ انا نبي واحد يزوقني عندي شقه نبي نزوقها. قلت لها حاضر تو نجيك. جيتها اتفقت معاه وكذا وقلت لها خلاص بكره نبدا. قالت لي انت ولا العمر ولا مصري؟ قلت لها لا انا. قالت لي لا عيب. كيف لا عيب؟ قالت لي كيف معقول تزوق كانك انت ما تخدمش؟ قلت لها نخدم ونظف وخدمه اليد هذه عندي. قلت لها عارف متعه والله يا اخوي عوض. قلت لها نستمتع اكثر مني انا عندي نعمس في مكتب قسما عظما. هذا حاجه هم اصلا. شوف انا بشكون معك حتى انا واضح زمان وانا كنت يعني اصغر من هيك شويه كنت نشوف يعني ديما الحاجه الحرفه مصري صح كلهم اجانب صح. الحق كانت صح. اليد العامله في ليبيا اجانب مزبوط. لكن السنين الاخيره بدأ يعني زمان حتى لما جيت كنا مشوي يعني استنقاصا في حقنا كليبيين. لما جيت تقول اني بنجيب سباك ولا بنجيب زواق يقول لك ليبي لا فكني منه. مزبوط كانت هذه مزبوط لكن توا الليبيين أكدوا على شغلهم أنه شغلهم أتقان أكثر حتى من الأجنبي. في زلازير في زواقين وفي كهربائيين وفي سباكين الليبيين ما شاء الله. وسبحان الله الليبي والله بأمانة يخش شيء ضروري يتقن ما يعرفش يكي ولا يعني. مزبوط صح, صح والحمد لله يعني قاعدين اهو قاعدين شباب يخدموا صح. تو نحلوها عويضة عرفتوا تمام. حلها مش حطوا فيها المية. الحل جيبها هيك شيء ايوه وخذ اخر هيك زي هيك العين ايوه حجرها تحجر ايوه تمام هيك ايوه افتح اخر هيك علي مولعت المية هاي نولع المية ولا ميتك تلقاني وقت تمام هاي. والله يا جماعة خدمة فيها جو طلع تو هذا ناخذ منه صنعة تو نفتح محل بروحي تو نخدم معي يا بيدي بي. انت القط حتى انت هاي تمام سلام. هيك تشرب ميه تعبها بعدين تبدا شوية. تقلب فيها اعطيها شويه عويضه مش ما تطلعش الميه وسع ايوه وسع ايوه في خبره عويضه في حاجه والله خدمنا كم مره حاجه الحوش حتى نحن والله ناخذ مخيره زرك زر الحاج الحوش زرك عليها زر صح وجي يا باتي ريت تطلع الميه عويضه من هنا اعطيها شويه ارفع لها شويه ايوه تمام ففي حتى نحن والله لما ردينا نزوح من البلاد نص الحاجات اللي ندارم في الحوش درناه نحن ما قلت لك يزرك الظرف يزرك على الظرف يحكمك وهذا سبب التعليم يا عويضة هذا سبب التعلم الحاجة بدل ما تقول انت حاجة نجيب بيها عامل ياخذ أفضل صح نستفيد نستثمر فلوسها في حاجة تاخذ بيها مواد تاخذ بيها حاجة مظبوط صح صح هو هذا رو الأغلبية الشباب تعلموا وكرة في اللي ما تعلمش في اللي تعلم مثلا اللي بيزوز يقول لك لا شك نزوقها بروحي نزوقها بروحي زواق هو يقول لك شن فيه وفعلا لما جيت تركز راه زواق هو ما فيش ابداع لك شنو هي كلها خدمة في الأساس هو شغله كله ستوك لما تمسك رول لو تخدم صح. تمشي فهمت لكن هي زبده كلها في الستوك في الستوك فهمت صح في الستوك في اللي يهرب منها عويضه حتى زواقين في زواقين زواق مبدع ويهرب منها تعطيها شويه اخرى نزيد لها ميه اخرى زيد لنا ميه والله اني يعني فرحان بك اليوم اكيد حتى والله ونحن مبسوطين لا الحاج ان شاء الله ريت البخ هذه عويضه حودك شويه مش شنو مدي لك شنو عجاج عرفت لما سات هذينا باش تقعد انت مش تخدم متريح ما دي لكش عجاج ويروق المكان شويه تمام اسكر المية ونجي ماشي طبعا اليوم شحمنا اخونا علي وزرطناه هيك تمام تمام طبعا هم تو سيبها تشرب شويه سيبها تشرب لكن وانت حداها تاخذ وتحط جوا هيك دوران بالكامل عرفت فهمت مش جوا لا لا جوا 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 مع الحش هيك تمام ايوه مش شنو
والله يا ربي ما عندك مشكله. تسلم حبيبي والله انسني والله الله ينسك. جيناك في رمضان لكن تعالي بعد الفطر ولا افطر معي بس تعالي بروحك احمد فكنا منك احمد وكيل احمد اوه جدا تبينا ذبحه حبيبي يا احمد حبيبي والله حتى احمد مسكين راه والله الشباب اللي بين كلهم والله اللي نعرفوهم يعني الاغلبيه واللي مروا علينا والله متبهدلين ويخدموا صح. صح يعني الاعلاميين راهم بصفه عامه راهم حربيين حربيين ورا الكواليس انا نقولها لك بامانه الحجر انت ما شفتش حجر بك ما عندناش حجر لا وين حجر اختلاط يجي بشكل غريب بك الحمد لله والله ان شاء الله نحن شنو ودنا ودنا البلاد تروق صح تروق 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 ورد الوضع طبيعي لان اصلا بيمشي على الجميع فهمت خطر على تروق انا عندي شعرك خفيف نقول لك نغيلك بجو نقول لهم غير التف والله يا ريت عامل ويوميه ويقول لي شعر واجد عندك علم ممثل مسرح يا اخي ممثل جايك انت غير سبقتني بس نقول لهم مغير التفو على المشير مغير التفو على المشير يا على المشير الوطني شوف بشير خير مغير التفو على المشير هذه اللي بيجي ريت غير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما لنا الا الشيء بظهره ايوه روعه تاخذها هيك يعني لمسه تمام ماشي صح الخبطه عرفت يعني مش قويه ومش خفيفه مش خفيفه بالذات في الزوايا فاهم ايوه هيك تحك فيه ضي هذا اللي تو خبط عليك نظف حدا مش تفكر في ضي انا شفته الله شفت الاسبوت ترى نظف لك حدا ايوه هيك مش مفكرش عن تمام هذا بس بريته الاسبوت هذا يجي في ضاعه لا خلاص يجي وتتحول هاي هذا سكر عليك تخبيط والله ناخذ منك شوية لا قلت لك يعني مش تمام ماشي تمام مو تمام شوف لا وجمال شنو لما تحب شغلة إن هي أنت شنو تطيح لما تطيح تطيح ال عمل عرفته بالذات ريفا انا ما اخذش شيء راهو مثلا استفاده ماديه بالعكس نحكي اني ما عندي شيء ماديه تغيير جو وحتى وقت الفراغ ما يكونش عندك يعني بعد عملك الحكومي وين تعبيه لا وفي حاجه اخرى طبعا كويس والشغل حتى هو برضه كل شغل ندير فيه حاجه جديده عرفتوا مثلا طريقه جديده بشبكها بالعين الزرزور بالكذا بندير فيه تل ندير فيه تو بنسالك سؤال مثلا تتفرج على النت تاخذ حاجات من النت خش المواقع طبعا حتى في مصريه ما شاء الله مواقع عليك عرفت على جوجل نلقى في المصريه جايين برنامج جايين منزلين في الديره حتى طريقه العمل مثلا دير حوض سباحي يوريك كيف ديره من الاول دير شلال يوريك كيف شو الخطوات بتاعتك يعني حتى شغلتكم متطوره تبع الفيها مع الامانه ان شاء الله مرات في حاجه غايبه علي انا نقالها بحل لا نقالها مش بلا ناخذ لا لا مش عيب برضه يا ولد لكن ما اسمع اللي يتعلم واللي بيخدم ما فيش بالعكس عيب انك انت تقعد راقد ما تعتمد على غيرك طبعا ليوا بارك الله فيك انك اليوم فتحت لنا حوشك سامحني اني نتعطل لا لا عادي تبارك راحه الله يسلمك نصيحه للشباب اللي مازال ما خدموش ولا الشباب اللي يخدم وتحس هكي متحشم من خدمته او حتى مثلا لما يجي في مجمع مع شباب يقولوا له والله كان تبي سباكه كلمني يحس يستنقص او يحس بالنقص بالعكس المفروض هو يفتخر صح انت شنو تنصح الشباب اللي مازال مش معتمد على نفسه ولا اللي قاعد يخدم ومتحشم من خدمته انا ننصح الشباب اللي يخدموا وعندهم اعمال شوف عندهم اعمال حكوميه ويخدموا عندهم مرتبات كما تقول يخدموا اعمال حره وننصح اللي ما خدمش بكر هذا علاش راقد انا بامانه انا يعني مرتب الحكومي هذا من العمل هذا انا نسيبك خويا والله ننصح بالشباب قاعد يخدموا انا راني زوزت منه العمل هذا بامانه ودرت منه سيارات وكونت منه روحي بامانه هذا كله رزق من عند الله سبحانه وتعالى لكن ننصح الشباب امانه يخدموا اعمال حره سواء قاعد والمهنه اليد افضل انا عندي مهنه اليد افضل من ان اكون في محل سامحني يا
يناكم في محل مثلا هو برضو عمل ومرتب وكذا، لكن العمل يد في يدي يعني كهربائي، سباك، زواق، نحت، مزارع، هذين كلنا ران نقول خدمات يعني عمل حرة كما تقولها. أنا ننصح الشباب أقسم بالله يخدموا والله ما يقول لأيديهم يقول لأرواحهم أمان إن شاء الله والله أمان. شكرا عليه. ومشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا، تقبل تحياتي عوض البرغثي وتحيات أحمد العبيدي، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير، والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.